هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم راح اسوي لكم اكبر بيتزا بالشرق الاوسط مترتين، وعليها علم العراق وعلم فلسطين. راح اجي اثرم البصل قطع جوليان، قطع جوليان، والطماطه هم اقطعها جوليان ناعمه بهذا الشكل. وهنا عندي حلقات الطماطه، والفلفل هم اقطع جوليان، هاي كلها الوان للاعلام. هنا عندي حلقات الفلفل للزينه. حتى اسوي الصلصه مالت البيتزا راح اضيف المعجون، واضيف طاوه ملح، طاوه لامندوزي، وطاوه بهارات بيتزا، طاوه فلفل اسود، وطاوه كاري، واضيف عليها الماي، واضيف عليها الزيت، وابدي اخلطها بهذا الشكل. وشلون طلعت عندي، حتى اسوي العجينه أنا أكملها هنا. راح أجي أدهن الصينية بالزيت وأخلي العجينة، وأجي أفرشها بهذا الشكل. هنا كملت عدي العجينة، فتحتها كاملة بالصينية، وراح أجي أنزل الصلصة. راح أجي أدهنها للصلصة بهذا الشكل، وأنزل الجبن. ورا ما نزلت الجبن حتى نسوي العلم مال فلسطين، راح اجيب الطماطه اضيفها، واضيف الزيتون هذا الشكل، راح اضيف البصل اللون الابيض. هنا عندي الفلفل، شوفوا شلون راح يطلع حلو مرتب، واو يخبل. حتى نسوي العلم مال العراق راح اضيف الزيتون واضيف البصل، وراح اضيف الطماطة، واكتب عليها الله اكبر باللون الاخضر بالفلفل. شوفوا هسه هنا راح اجي انزل القاص الدجاج. بعد ما اضفت القاص راح اضيف عليه جبن، لازم طبقتين جبن. هسه نزلت، راح اجيب الفلفل الشرايح، راح ازين البيتزا بهذا الشكل، وراح اجي اضيف الطماطة، طماطة فوق الفلفل على مود تعطيني شكل حلو ومرتب وطعم. هسه راح اضيف الزيتون الاسود على شوف الشكل اللي نطانيه يخبل هذا الشكل ضفته. وهسه راح اجي اضيف حلقات الطماطة، واضيف حلقات الفلفل. هذا الشكل. بعد ما خلصت الفلفل راح ابدي اضيف المارتديلا، واجي اضيف الفطر. هسه هنا انا مشغل فحم، راح اصعدها على الفحم، واجي اسلفنها على مود تحبس الحراره والبخار وتستوي عندي. انا تعبت فول لان الجو كلش حار كان. راح ارفع السلفون وشوفوا شلون طلعت تخبل، واو شوفوا الاعلام، شوفوا الشكل عمي فنان. هنا راح اجي اكرمل الجبن بالعفريت بالنار بهذا الشكل. هنا خلصت عدي البيتزا، شوفوها شلون طلعت، واو عاشت ايدك شيف. هنا عندي العلم العراقي وعلم فلسطين، عمي شنو مو شي بضيم. حتى نجي نقطع البيتزا، وراح اكبر قطعة بيتزا بالشرق الاوسط، شوفوا هالقطعة شكبرها، على طبق درجة اولى. هنا راح اجي اضوق البيتزا، عمي غير تفلس صدوق كذي. هسه راح اجي اقطع العلم الفلسطيني، افرزه عن البيتزا، وراح يطلع عندي بهذا الشكل، شوفوا شلون حلو. وهنا العلم العراقي نفس الحالة، هم راح افرزه وشوفوا شلون طلع، والف عافية.